حياك الله ابو احمد، استاذ فتحي بن علي، مرحبا بك. يا مرحبا، حياكم الله. الله يرضى عليك. يا هلا. حنا اخذنا معك جوله في متحف البن علي، لكن لفت انتباهي دكان درويش. نعم، ابي اعرف وش قصه دكان درويش في جزيره داري. طبعا دكان درويش اللي هو جدي من الابو درويش، طبعا جدي فتح بقاله اللي هي دكان في فريج البن علي بعد ما تقاعد من أرامكو. طبعا البقالة صار لها سنوات، أنا ما لحقت عليها، لكن حسب الرواة من الجماعة أنها قديمة تقريبا. كم لها؟ يمكن أكثر من 70 سنة. ما شاء الله. أيوه، وانشهرت البقالة أن الشباب سووا ملعب بجنبها في أرض الهتمي، فسموا الملعب باسم البقالة، يعني ملعب درويش. ما شاء الله. واغلب اهالي دارين لعبوا فيه، يعني من الجيل اللي في الستينات الى جيلي انا ما شاء الله الخمسينات، يعني اغلبهم لعبوا فيه. وكان بين بيوت، طبعا كان اذا تشوت الكوره يا تروح في البيت اللي مقابل الجول اللي في اليمين والجول اللي في اليسار، فيا انهم يعطونك اياها ولا يشقونها لك. يشقونها. ما شاء الله. وعندنا ناس مقربين للاهالي ذي يستعطفون عليهم يقطونها، لا تجي مره ثانيه. ما شاء الله. طيب لو بسالك انت، ليه فتحت دكان درويش في المتحف عندك؟ طبعا فتحناها في المتحف لشهرتها في فريج البن علي، طبعا معروفه بقاله مدري دكان درويش في فريج البن علي، واغلبهم عايشوها اللي هم في الجيل اللي قبلنا فيعرفون بقالة درويش. يعني هل هو عشان تحافظ على ذكرى دكان درويش؟ هذا لابد منها، يعني هذا احنا متأصلين في النسب حقنا، طبعا لابد ان نكثر ويعرفون اهالينا ان احنا ابناء درويش. ابناء درويش من هو صاحب البقاله اللي في جزيره دارين. طبعا الملعب اعطاها شهره اكثر، احنا لعبنا في الملعب بعد. ما شاء الله. اي طيب، حارس ولا هجوم؟ لا، في هنا وهنا، حتى حارس اخر واحد حارس. بس العناصيص كسرت اصابعنا. ايش معنى عناصيص؟ اللي هي الحجر، كان هو مبنى قديم وكلها حجر، فبتشوت الكرة يا تشوت الكرة ولا معاك والعناصيص معك. يعرفون أهل داري. ما شاء الله. عودي على الذاكرة لبسنا مرة، ترى بقربك نعيش أحلى أمانينا، طيفك يداعب خفايا القلب وسره، تبقيني يا ذكريات العمر تكفينا، يوم اخضر الوقت والازهار محمره، يوم السعاده مع الفرحه تغنينا، والناس رغم الظروف الوقت ما ضر. يا ذكريات الجميلة لا تخلينا